الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أحبائي الكرام من جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الشجار في المنام المتزوجة. طبعا هو بيدل على عدم راحة الزوجة في الوقت الحاضر، بسبب إن هي بتحاول إن هي تصلح ما بينها وما بين زوجها، ودايما بتحلم بإن هي بتتخانق معاه، أو دايما بيحصل ما بينهم شجار. عليها بتحل بالصبر، وطبعا علشان إن شاء الله ربنا يزيل أي خلاف ما بينهم. طبعا الحلم ده خاص بالمتزوجة، وزي ما احنا عارفين كلنا بإذن الله إن الأحلام بتختلف من شخص لآخر. هذا هو تفسير الشجار للمرأة المتزوجة، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.